ولا تمنيت الارض تبلعني، هذا الموقف مو تبلعني، اتمنيت اني شجره كذا فجاه في نص الشارع. ابدا كلامي بتحيه الاسلام، سلام عليكم وعليكم السلام. هلا اسمع رامي انت وهو وهي، معكم عمر خليل سيف الدين زراديه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عمر من قناة ماكس جديد وفيديو جديد يا حبيبي. واضح اني مرة متحمس. ايوه يا جماعة الخير، انا رجعت السعودية الحمد لله. زي ما انتم عارفين قبل كم يوم كنت في بريطانيا قاعد ادرس لغة انجليزية وزي كذا، وفي سفرتي في بريطانيا صارت لي مواقف محرجة مرة كثير. تعرفوا بما انه لغتي الام هي اللغة العربية، فلما اروح هناك يعني شوية ما اعرف اتكلم انجليزي، فصار لي مواقف مرة محرجة. فكل موقف محرج صار لي كتبته عندي في الملاحظات في الجوال. هلا والله، فجمعت لكم كم موقف صار لي في بريطانيا. طبعا هي بس مواقف صارت لي في بريطانيا، لو تبغوني اتكلم عن تجربة الابتعاث في بريطانيا او الابتعاث ودراسة اللغة الانجليزية اكتبوا لي في الكومنتات، في اشياء مرة كثيرة ممكن اتكلم عنها، عن السفر وفي بريطانيا والاختلاف بين الدول العربية وبريطانيا، الاشياء الحلوة الاشياء اللي ما هي حلوة، اكتبوا لي في الكومنتات لو حابين اسوي لكم فيديو كامل عن هذا الموضوع. اليوم بس راح نحكي مواقف، اليوم عندنا ضحك، مواقف محرجة، مواقف مرعبة، كل حاجة صار لي في بريطانيا ما شاء الله. حلقتنا اليوم ما هي طفولة عمر، لا هي طفولة عمر بس عمر كبير، يعني دحين يعني قبل كم يوم اول مرة كذا اتكلم عن القصص صارت لي قبل كم يوم. بدون ما اطول عليكم في المقدمات نخش في القصص على طول. فين القصص؟ فين القصص؟ فين ايوه القصة الاولى. الله القصة الأولى يا جماعة الخير من أكثر الأشياء المحرجة اللي صارت لي في حياتي. طبعا اللي تابعني من سنة وأكثر يفتكر إني قبل سنة سافرت بريطانيا ورحت برايتون. 1 2 3 المرة هذه ما رحت برايتون، رحت كولشستر، مدينة جديدة، معهد جديد، ناس جديد، طلاب جدد، كل شيء جديد. وصلت هناك اليوم الأول حطيت شنطتي استقريت زبطت أموري خلاص. اليوم الثاني الصباح لازم أروح المعهد عشان أدفع الفلوس وأسجل وعشان يختبروني اختبار تحديد المستوى عشان يحطوني في الفصل المناسب. أمي تدق يا جماعة الخير دقيقة. اسمع رامي فين كنا يا جماعه الخير؟ ايوه المعهد. اليوم الثاني جيت المعهد سجلت ودفعت الفلوس واختبرت اختبار تحديد المستوى عشان يحطوني في الفصل المناسب. اليوم الثالث بدا دوامي في المعهد، رحت داومت وقابلت اخوان الطلاب واخوان الطالبات. لقيت الطلاب سلام عليكم، هلو جود مورنينج. طبعا سلام عليكم هناك في سعوديين، هلو جود مورنينج هناك في كفار اجانب. طبعا احنا كان عندنا بريك اسمه كافي بريك، بريك القهوه من اسمه، البريك اللي الطلاب فيه يستريحوا يشربوا قهوه يفطروا يروقوا. البريك هذا يكون بعد الحصه الاولى. طبعا الحصه الاولى دخلت كذا ما اعرف احد، ساكت صامت كذا، قال لك انه تعرفوا جديد في فصل، تعرفوا الشعور اللي لما تروح فصل جديد بالضبط هو ذا الشعور اللي جاني. فلما جاء بريك القهوه اللي يشرب قهوه اللي قاعد يلعب تنس، طبعا كان في المعهد عندنا طاوله تنس بينج بونج، وانا كنت جالس في الزاويه قاعد اكل سندويش ما ادري سندويش جبنه ما ادري شكشوكه شكله، وقاعد اتفرج على المباراه. مباراه مولعه بين واحد اسباني وواحد سعودي اتوقع. المهم يا جماعه الخير في نص المباراه مع الحماس ومع الجد واحد ضرب الكوره والكوره سطحت. طبعا عمر ما بطل اللقافه اللي في ساب الاكل اللي في يده ورحت عندهم قلت لهم يا جماعه الخير الهرجة عندي، انا اللي راح اجيب الكوره خليكم انت مرتاحين. يعني اني ابغى اسوي فيها معلم، قال لك ابغى علاقات مع الطلاب انه كذا بدايه خير اني قال لك ساعدتهم، فيقولوا اوه الله يعطيك العافيه ايش اسمك انت؟ والله اسمي عمر وخلاص اتعرفنا. قال لك يعني اني هذا اللي كان في بالي. والله بس يا جماعه الخير كنت لابس بلوفر والبلوفر فيه جيب، يعني فيه جيب كذا في النص عرفتوه ذا الجيب اللي في البطن، كنت حاط الجوال في الجيب هذا تمام، والكوره مره عاليه كان يبغى لها نطه مره جامده، فانا نطيت نطه كذا وجيت ابغى اسحب الكوره من فوق الا شويه حسيت الجوال طار من جيبي. تعرفوا انا نطيت في الجو كذا ابغى اجيب الكوره الا شويه عيني تروح على الجوال، صار لقطه سلو موشن الجوال كذا يطير بشويش لين طاح على وجه الجوال. وال يا جماعه الخير وربي مره موقف محرج، قال لك يعني اني هاي طب اجيب الكوره في النهايه طير جوالي. المهم ما سحبت الكوره مع الرب، شفت الجوال طار نزلت يدي ورحت نزلت تحت حطيت يدي في الارض، حطيت يدي في الارض مسكت الجوال وقلت بيني وبين نفسي يا رب ما يتكسر. يا عيال ما عليكم انا جوالي يمتص الصدمات وانا في بالي قاعد اقول يا رب ما تفشفش. يا شين الهياط والتدخل فيه ما لا يعنيك. سحبت الجوال اطالع وربي يا جماعه الخير شفت منظر، تبغوا تشوفوا المنظر اللي انا شفته؟ تفضل تفضل تفضل، شايفين الشاشة كيف مكسورة من الجنب؟ شايفين الأبيض؟ نص الشاشة راحت، عشان لا أحد يقول هذه الخلفية أو شيء شوفوا ها، أروح يمين يسار ها ها
ها شايفين هذه مية خلفية، هذا انكسار في الشاشة. والله والطلاب كلهم صاروا يطالعوا فيني، وانا حطيت في موقف مرة محرج، تمنيت الارض تبلعني. لو اني كملت الشكشوكة وتعودت من ابليس ما كان صار ذا كله. قال لك ابغى اترك انطباع جيد، جبت العيد. الموقف الثاني مرة خطير. طبعا الموقف الثاني دوبي واصل المدينة اللي انا فيها، يعني لسه اول الايام عندي، ابغى اكتشف المطاعم، لازم ندلع البطن يا شباب. والله بس اخذت لفة على المدينة وقاعد اشوف المطاعم الموجودة، تعرفوا في بريطانيا وفي اغلب الدول يعني الاجنبيه يكون الاكل عندهم حرام، يعني صعب تلاقي اكل حلال. والله بس انا قاعد ادور الا شويه تجي عيني على مطعم بيتزا. دخلت مطعم البيتزا، قلت اكيد بيتزا جبنه ما فيها اي حاجه. دخلت المطعم طالع في سعر البيتزا، لقيت سعر البيتزا 50 ريال 10 باوند تقريبا. ول بطلنا بيتزا، ما عاد ابغى بيتزا. طلعت من المحل الا الاقي المحل اللي جنبه محل مكتوب فيه كباب، كذا اسم المحل كباب، وفي لوحه مره كبيره مكتوب فيها حلال. انا قلت بس عز الطلب، هذا اللي قاعد ادور له انا. طبعا انا داخل عند المحل رايح للباب، طبعا الباب كان شفاف، اشايف الكاشير كانت وحده محجبه، قلت يا سلام مسلمه. يعني عاده يعني مو دائما يكون المطاعم الحلال الطباخين فيهم مسلمين. فتحت الباب دخلت، سلام عليكم، ردوا علي وعليكم السلام. دخلت كذا يا جماعه الخير كذا واثق خلاص ما يحتاج. طلعت على طول في المنيو فوق، تعرف المنيو يكون فوق كذا فوق الكاشير، قاعد طالع في المنيو، والله برجر، والله سندويش كباب، والله ما ادري، والله اكل مظبوط. محتار ماني عارف ايش اكل، الا انزل راسي اطالع في المطبخ جوا. الله يا جماعه الخير شفت منظر، خليني اوصف لكم الشيء اللي انا شفته. اتخيلوا معايا يا جماعه الخير مطبخ كذا في اضاءه مره تعرفوا الاضاءه حقت افلام الرعب اللي تطفي وتنشغل تطفي وتنشغل، يعني كذا مكان مره كئيب كذا، صحن طماطم مخضر من كثر ما هو قديم، صحن خس قديم كله مكشوف، والصاج حق البرجر مره كذا كله شحوم وزيوت ودهون كذا، مره ما هو مغسل واضح له فتره. والاقي عامل المطعم جوا ولابس ملابس قديمه، واضح انها ما هي نظيفه، وماسك الطماطم بيده كذا وقاعد يقطع بدون جوانتيات، والمويه حقت الطماطم تمشي في يده. يا الله يا جماعه الخير صدقوني انا ماني مدلع وكذا، يعني اني ترى عادي اكل من البوفيه اللي جنب الحاره عادي، ورب البوفيه اللي جنب الحاره انظف من الشيء اللي انا شفته. انا طبعا هنا جيت بعطيها وضعيه سبعه، ابغى ادور ابغى اطلع من المطعم. قلت يا حبيبي خليني ادور كذا كاني ما ابغى اطلب. اللي جيت التفت كذا طالع ورايا الاقي طابور وناس قاعدين يستنوا، طلعت لاقطعهم وانا قاعد اتفرج على المنيو. طبعا شكلي بايخ كذا، قاعد نص ساعه طالع في المنيو ومدري ايه، وهم قاعدين ينتظروا كذا، فجاه بارد من برا اطلع. انا هنا فكرت في الموضوع، عرفت انه انا وقعت في فخ، يا ربي ما التصرف ما الحل الموجود. والله فجاه طلعت فكره مره جهنميه في بالي، قلت للكاشيره اعطيني مويه الله يسعدك، وربي مره شبعت من المنظر كذا، سدت نفسي خلاص ما عاد ابغى اكل وما في مخرج الا اني اخذ مويه. اخذت مويه وكملت طريقي رجعت البيت ونمت ما اكلت، خلاص شبعت من المنظر اللي شفته. القصة الثالثة يا الله. اوكي الموقف حق الجوال، اتمنيت الارض تبلعني، هذا الموقف مو تبلعني، اتمنيت اني شجرة كذا فجأة في نص الشارع. قابلت اقارب لي اعرفهم في بريطانيا ورحنا تعشينا اتغدينا سوا عفوا. والله وبس خلص الغداء الا شوية هم كلفوها. انا والله قلت عيب، انا موجود في السفره ويكلفوها، لا انا كمان حكلفها. قلت لو سمحتي نزلي حلا، فهم دفعوا حق الاكل وانا دفعت حق الحلا. طبعا الحلا الموجود في المحل كان عباره عن ايس كريم، ايس كريم العادي ابو بسكوت. طبعا انا قال لك من باب انه ها الكرم والجود والاصاله، نزلي واحد ايس كريم هنا الطاوله رقم كام، انزل اثنين. طبعا اوزع عليهم واحد ورا الثاني الين بقي دوري انا اخر واحد. يا تكيت يا عمر ما عرفتك. رحت عند اللي اشتغل في المحل قلت لها لو سمحتي I want one ice cream and please make it with love. اصنعيه بحب. قعدني اشوفه كيف، قلت له بالانجليزي اصنعيه بحب. والله وبس يا جماعه الخير خلصت الايس كريم كذا، الماكينه خلصتها، شالت الايس كريم واعطتني اياه. اول ما مسكت الايس كريم طاح. يو اقاربي فكوا كاي علي، اللي اشتغلوا في المطعم فكوا كاي، خلي ميك ات وذ لوف تنفعك، وربي اني فيلسوف، ليش اتفلسف؟ ليش ما اخذت الايس كريم زي الطيبين؟ طاح مشكلتك، جيبي فلوسي. لا اصنعني بحب. يا الله والله شكلي كان بايخ، تعرف كذا ثانك يو طاح الايس كريم في الارض. الموقف الاخير ما ادري هو عباره عن رعب ولا عباره عن احراج
ولا بارع ناكشين ولا ايش كل شيء. الموقف الاخير في اخر يوم لي في بريطانيا اللي هو يوم العوده. سيبوكم من يوم العوده، خلينا نرجع قبلها بيومين. تعرفوا اخر يومين في الرحله لازم تروح تشتري هدايا لاهلك لاصحابك تزبطهم. طبعا انا جاني احساس ذاك اليوم، قال لي عمر روح اسحب مبلغ كاش مره كبير. الناس تروح الصرافه تسحب 100 200 500 اذا مره يعني، انا لا، انا رحت سحبت 1500. ايش ابغى اشتري ب 1500؟ ما ادري ليش اخلي 1500 كاش في يدي، ما ادري كذا خلاص حسيت انه انا في مأزق. وسبحان الله يا جماعه الخير، يشهد الله انه بعد ما سحبت الفلوس ضاعت الصرافه، وانه ما كان عندي غير الكاش هذه ال 1500 ريال تقريبا. هي تخيلوا اني سحبت مثلا 100 ريال، ايش حتاكلني عايش في اليومين الاخيره؟ والله الحمد لله لك يا رب اني سحبت المبلغ، يعني من جد ربنا رحمني. فروحت اشتريت هدايا لاهلي واقاربي واصحابي وزي كذا وظبطتهم يعني. اشتري عطر فرزاتش من هنا، اشتري كريمات من لش من هنا، اشتري ملابس، العاب، كل شيء. فعليا يا جماعه الخير الشنطه هذه كانت فل هدايا. شوف اصلا شوفوا اثر الهدايا، شايفين هذا شريط الهدايا. هذه الشنطه بكبرها كانت مليانه هدايا فل. فجاي يوم العوده جيت قاعد اجهز اغراض الشنطه. طبعا الشنطه يعني هي حجمها مناسب متوسط، ما هي صغيره مره ولا هي كبيره، فكانت مليانه اغراض. فبالقوه قفلتها، ما كان فيها الا هدايا بس، من كثر الهدايا يعني الشنطه كانت مره مليانه والله. وبس يا جماعه الخير رحت المطار، كان معي 3 شنط، شنطه ظهر وشنطه سحب والشنطه هذه حقت الهدايا الصغيره. طبعا الشنطه السحب حقت الملابس ما كانت تقدر تدخل الطياره لانها مره كبيره، فرحت شحنتها. بعد ما شحنتها اتجهت للتفتيش، معي شنطه الظهر والشنطه الصغيره هذه حقت الهدايا. طبعا عمر واثق جنتلمان كذا، لبس النظارة حقته مر من جهاز التفتيش كده واثق. يا حبيبي الجهاز ما طنطن ما معايا مخدرات ولا شيء، انا جاي بسلام وراح ارحل بسلام والله. وبس يا جماعة الخير الا شوية الجمارك ينادوا، يا جماعة الخير مين صاحب الشنطة هذه؟ اللي انا جيت قلت انا هنا والله بديت اخاف، ايش في بسم الله مين حط لي حاجة في شنطتي ولا شيء؟ عادة الشنط تمر في جهاز التفتيش وخلاص تعدي، الا لو فيها شيء لا سمح الله يوقفوها. كنت في نفس الوقت واثق انه انا ما عندي شيء مخبيه، الا شوية تبدا بشنطة الظهر. فكت شنطة الظهر قعدت تنبش، لقت عطر صغير، قالت العطر هذا شكله فيه شيء ما هو مزبوط. فحصت العطر، فحصت الشنطه، حسبتني قاعد اجيل معايا كحول ولا شيء. جات شنطه الهدايا الثانيه، الشنطه اللي مليانه بالمفاجات. قالوا لي عمر افتحها، انا هنا قلت ديم وربي قعدت كم عشان اقفلها دحين افتحها، بس كنت مضطر على الجمارك وجرائات امنيه والله. بس فتحت الشنطه يا جماعه الخير، فتحتها بوف انفجرت الشنطه عشان كان فيها اشياء مره كثير محشوره، كراتين، هدايا، عطور واغراض. الا شويه بنت الذين اللي تشتغل في الجمارك لبست الجوانتيات، بسم الله شقت الكرتون الاول، والكرتون مغلف وتعبان فيه. طيب حرام عليك ليش كذا؟ قالت معليش سامحني هذه اجراءات امنيه. شقت الكرتون الثاني، شقت الكرتون الثالث، شافت عطر فرزاتشي، ما ادري الكلام فرزاتشي، شيء فرزاتشي مره غالي، اشتريت باكج فرزاتشي يا جماعه الخير كان فيه عطر وادوات جسم واشياء مره كثير، دافع فيها مبلغ وقدره. الا شويه والله تشيل اغراض منه تقول والله هذا ممنوع يطلع الطياره عشان حجمه اكثر من 100 ملي، حجمه 105. لا يا شيخه ارحم امك، ما ادري كم كان حجمه لكن ما كان فرق كبير عن 100 يعني، كان شيء بسيط. لا 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 ممنوع تشيله والله. وبس شالت عطور وشالت كريمات، شقشقت الكراتين، يعني حتى الهدايا ما عاد صارت هدايا. ورب بمرة انقهرت يا جماعة الخير، تغليف وهدايا، وابغى افرح اهلي واصحابي في النهاية كلها مشكشكة ودينها طالع. تخيل كذا يوم من الايام احد يقدم لك هدية، يجيب لك عطر والكرتون مشكشك، يعني بايخة. اوكي حتتقبلها لكن بايخة. بعدين قالت لي بالمناسبة ترى الروائح مرة حلوة ما شاء الله، ذوقك حلو. لا بالله وربي مرة قهرتني يا جماعة الخير. طيب العطور حلو والروائح حلوة، خليني افرح اهلي يا اخي. ربي وبس رجعت جدة وقدمت الهدايا لاهلي كذا باكياس مشكشكة وهدايا ناقصة، وفي ناس اتاخذت هداياهم. تدري الشيء المحرج في الموضوع؟ اليوتيوبر مشيع كان بالصدفة راجع معايا على نفس الرحلة، راجع من بريطانيا على جدة بالصدفة، فمشيع ذيك اللحظة تبرى مني لما مر من جنبي سوى نفسه ما يعرفني، مين هذا؟ أنا ما أعرفه، ومشي. مشيع شك فيني، الناس كلهم صاروا يطالعوا فيني، تعرفوا قاعد يتفتش كذا في نص المطار ويطلعوا أغراض من شنطتي وتفتيش وأجهزة وياخذوا عينات ومدري إيه، على إيش؟ على عطور. بس في البداية مرة كنت خايف إنه لا سمح الله يكون أحد حط شيء في شنطتي غلط، لكن الحمد لله طلع إنه يعني عدت على خير الحمد لله. وبس والله يا جماعة الخير كذا نكون وصلنا لنهاية المواقف. فأتمنى استمتعتوا الحلقة، عاد هذه مرة طويلة، أعتقد راح تكون مدتها أكثر من ربع ساعة ممكن. فأتمنى استمتعتوا فيها، عاد ضبطتكم قصص مرة كثيرة، راح تطلقوا مواقف مرة كثيرة. فإذا عجبتكم الحلقة اضغطوا زر اللايك وأنشروا الحلقة هذه في كل مكان، أبغى الحلقة هذه توصل أكثر من 100,000 لايك. صدقوني وصلنا 100,000 لايك مرات مرة كثيرة، فسهل عليكم كل واحد فيكم يضغط زر اللايك الآن، إن شاء الله راح نوصلها. وإذا ما أنت مشترك في القناة اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد المقاطع، وأهم شيء فعل زر الجرس عشان لما أنزل المقطع تجيك رنة. كان معكم عمر من قناة ماكس دي، السلام عليكم. بس والله نطفي الرينج لايت يا حبيبي، طفي اللمبات، مع السلامة. ما وحشته ما طرأ.
اسمي في باله ولا في الغربه.